كابتن أسامة، زي ما قال الكابتن علاء، النتيجة تعتبر مقبولة نتيجة الفوارق بين الفرقتين ونتيجة كمان أحداث المباراة على مدار الشوطين. مظبوط، احنا يعني اتكلمنا في البداية وكلنا عارفين ان بايرن ميونخ ده بطل اوروبا، وقلنا بطل اوروبا يعني بطل العالم يعني. والنتيجة متوقعة، ولكن الجماهير او النقاد او احنا بيبقى بنتكلم على اساس ان ممكن تحصل مفاجأة او امل ان احنا ممكن نكسب اللقاء. يكون لعيبة النادي الاهلي في احسن حالاتها، يحصل عدم توفيق من فرقة البايرن، لانه طبيعي المستوى اللي الفرق الافريقية بتلعب فيه في الدوري الافريقي او الدوري المصري مش زي المستوى الاوروبي او مستوى الدوري ابطال اوروبا. فنتيجة منطقية جدا. الشوط الثاني الاداء اتحسن كتير، يمكن الكابتن علاء قال النقطة اللي هي كلنا كنا بنقولها قبل الاستوديو دوت وفي الاستوديوهات اللي فاتت، انه ليه القلق والخوف الزائد عن اللزوم. يعني الشوط الاولاني متوقع ان بايرن هيضغط عليك، لان ده اسلوب لعبه مع كل الفرق اللي بيلعب معاها. مظبوط، كل الماتشات بيضغط ضغط عالي جدا. ده هو يمكن كمان النهارده مستر فليك عمل حاجه اخر ماتش بتاع هارتا برلين كومان جاب جون 1-0، كان بيلعب بكيميتش بس في نص الملعب واحد قدام الاربعه، وكان حاطط اربعه وبعدين ليفاندوسكي، كان حاطط ثاني وكومان على الاطراف وتحت لينفسك مولر وجنابري. النهارده برضه هو محترم النادي الاهلي بتاريخه انه بطل افريقيا، ملاعب روكا جنب كيميتش في نص الملعب وخلى ثاني على دكه البدلاء، يعني لعب 4-2-3-1، ومع ذلك مشي بنفس الاسلوب. هو ده اللي بنقوله، انه الطريقه حاجه، شكل الطريقه 4-1-4-1-4-3-3-4-2-3-1، لكن الاسلوب في اللعب انه بيضغط ضغط عالي جدا بعدد كبير، بيضطر فيه الشناوي انه يا اما يلعب كره طويله لقدام، او لما بيحاول ينقل قصير مع ايمن وبنون وحمدي وكده بتتقطع الكره بسرعه. صح، فكان في تخوف زياده عن اللزوم. كان في حاجه كمان ثانيه سلبيه الشوط الاولاني، حمدي وعمرو وقفشه والشحات وطاهر بيرجعوا لورا بس ما فيش اي ضغط. ما مش معنى ان انا اضيق المساحات في نص ملعبي ان حتى لعيبه بايرن لما بيخشوا في نص ملعبي ما يحصلش الضغط على لعيبه بايرن. كان بيتسابوا بيتنقلوا من جنبهم ومن وراهم وقدام ايمن اشرف وبدر بنون وجوه ال 18 بيتراجعوا لجوه ال 6 يارده كمان، فحصل قلق كتير وخوف. ده كله رجع عن نتيجه الخوف الزائد. فالشكل ما كانش كويس الشوط الاولاني، لكن عدى ب 1-0. الشوط الثاني تخلوا شويه عن يعني حته الجزئيه الخوف دي والرهبه قوي من بايرن ميونخ، ابتدى الاداء يحصل فيه تحسن، ابتدينا نشوف بعض الملامح في بعض الهجمات. صحيح مش خطر قوي، ولكن ابتدينا نشوف ال 18 بتاع بايرن ميونخ، ابتدينا نشوف نوير، ابتدينا نشوف كور على الاجنب، لكن كان بيحصل يا اما نهايه مش حلوه في اللمسه اللي قبل الاخيره او كده. لكن بصفه عامه الأداء اتحسن الشوط الثاني، لا أما النتيجة فهي كانت منطقية.